السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 6، الحركة في بعدين، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة. للعام الدراسي 2016-2017، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، ومفتاح النجاح في إيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة، وجيب الورقة اللي كاتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 6. يغطس الغواصون ما فيها في أكابولكو من منحدر بارتفاع 61 متر. ما الحد الأدنى للسرعة الأفقية التي يجب أن يصل بها الغواص إلى الماء حيث يكون على بعد 23 متر على الأقل من المنحدر؟ نرسم الرسمة. هذا الارتفاع هاي واي، يعني هنا من هنا حيقفز. إذن هاي الموقع الابتدائي، الموقع النهائي حيكون صفر. حيقفز بالسرعة VI اللي ممكن تسميها VX، لأن قال لك للسرعة الأفقية. X أو دلتا X تساوي 23 متر، يعني هو حيغطس هنا. عندما بيوصل لهنا بيكون يملك نفس السرعة الأفقية طبعا. المسألة هذه من المقذوف الأفقي، لذلك لازم تتذكر هذا. زمن الحركة الرأسية يساوي زمن الحركة الأفقية، والسرعة الابتدائية للحركة الرأسية تساوي صفر. نستخدم هذه المعادلة لإزاحة الرأسية، وتساوي السرعة الابتدائية في الزمن زائد نصف التسارع في مربع الزمن. الإزاحة الرأسية تساوي الموقع النهائي اللي هو صفر ناقص الموقع الابتدائي. السرعة الابتدائية صفر، التسارع هو تسارع الجاذبية الأرضية، واتجاهه باتجاه محور واي السالب. منعوض ومنرتب تطلع تي وتساوي 3.5 ثانية. هذا زمن الحركة الرأسية واللي هو زمن الحركة الأفقية، لأن المقذوف الأفقي ينقسم إلى حركتين، حركة رأسية وحركة أفقية. دلتا إكس وتساوي بي إكس في تي، لأن الحركة الأفقية تكون بسرعة ثابتة، لذلك المسافة الأفقية تساوي السرعة الثابتة في الزمن. المجهول فيها هو السرعة، وتساوي دلتا إكس على تي، 23 متر على 3.5 ثانية، فبيطلع عندك السرعة بهذه القيمة. في رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.